في هذا المكان منذ قليل سقط بريد متفجر على مدينة اللطام من بريد حماد الشمالي وأحدث هذا الدمار. طبعا المنازل سويت في الأرض تماما، واضح حجم الدمار. هذه أسطح منازل. الله يعطيكم العافية يا شباب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شباب. أخي بس ممكن تحكي لنا شو اللي صار؟ والله قاعدين بأمان الله، ما شفنا غير هالبراميل عم تندب علينا من عصابات الأسد هالطاغية، عصابات بالشارع الوسير. إن شاء الله. بيوتنا كلياتها، الحمد لله على السلامة، عمر بيوت عالية. الحمد لله الحمد لله. هي شفت برميل؟ هاي الشقفة من البرميل. إن شاء الله ما صار في إصابات. الحمد لله ما في إصابات، هاي بيوتنا كلياتها، ومن إيدك لحالك يا بشار الأسد، ضل هد من هالأغلى حتى الله يفرجها، لحتى الله ينصرنا عليك. الله ينصرنا. بزنا الله منصورين عليك، بزنا الله ما ندوس حلقة. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. كفر يا شباب. الله اكبر. سقط احد البراميل المتفجره على مدينه اللطامي. هاي هاي الاصلاحات عم يطلب بها بشار الاسد. منازل سويت في الارض تماما. هاي الاصلاحات عم يحكي فيها بشار الاسد، هو وكلابه. مدينه اللطامي 29/12. ما نضل ان شاء الله بدنا ندوس حقك يا بشار. اذا هذه اسطح منازل سويت في الارض تماما. الله يعطيكم العافيه. يمكن تحكي لنا عن قصف في مدينه اللطامي؟ طبعا مصاحب طول. هذا اشواق، هذا باي اسلام بيصير؟ باي دين هذا بيصير؟ باي دين؟ هذا باي دين بيصير؟ باي دين هذا بيصير؟ باي دين؟ هو يا دينك يا بشار الاسد، هي هي اصلاحات عم تطالب بها. ممكن تحكي لنا عن القصف اللي عم يصير على مدينه اللطامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. القصف على مدينه اللطامي بعد ما قام قائد التجمع العزي لواء جميل الصالح بتشكيل الجيش العزي وبعض الانضمام الفصائل التي انضمت الى هذه الجبهه القويه العنيفه باذن الله، فقام النظام بتصعيد الضرب في على مدينه اللطام من كفر زيتي ردا على القوه التي اصبحنا بها اليوم. والحمد لله رب العالمين، نقول للجيش والنظام بهذا القصف وهذا جراء البراميل الذي القاه على مدينه اللطامني لا يؤثر على الجبهه ابدا ابدا. نحن الان مرابطون على جميع الجبهات، الزلاقيات، زلين، المصاصني، وباذن الله التحرير قريب، باذن الله التحرير قريب. ونوعد النظام بالمزيد من الاسلحه الثقيله التي ان شاء الله تعالى سوف نبرزها ونضربها على النظام الاسدي. الله يعطيك العافيه. هاي البراميل المتفجره. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ قليل سقط برميل متفجر على مدينة اللطامنة غريب حماس الشمالي وأحدث هذا الدمار. وهنا منازل سويت بالأرض تماما، هذه المنازل سويت بالأرض تماما. ركام الحقيقة يتعذر علينا الوصول من شدة الركام والدمار. إذن حجم الدمار كبير من جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة اللطامنة غريب حماس الشمالي 29/12/2014. واضح اثار الدمار، لكن هنا منازل سويت بالارض تماما. في الحقيقه حجم الركام، حجم الدمار كبير، ولا نرى الا الركام. وهذه اسطح منازل، هذه اسطح منازل سويت بالارض تماما 29/12/2014 مدينه اللطامنة بريف حماس الشمالي. حجم الدمار كبير جدا جدا جدا.